في مواصلة لعدوانها وانتهاكاتها المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الخميس الفتى الفلسطيني عديد راد صلاح البالغ من العمر 15 عاما، وذلك خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب دهمها لقرية كفر دان غربي مدينة جنين. وأصيب الفتى الفلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، وأعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته الخطيرة. ويأتي هذا العدوان المتصاعد على مناطق الضفة في وقت وصل فيه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى تل أبيب أمس الأربعاء. وقالت حكومة الاحتلال إن الشيخ عبد الله بن زايد سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في مقر إقامته بالقدس المحتلة اليوم الخميس. وللحديث أكثر حول مستجدات الملف الفلسطيني معنا عبر الهاتف دكتور إبراهيم الشيخ المختص بالشأن الإسرائيلي، هو معنا عبر الهاتف. أهلا بك معنا دكتور إبراهيم. أهلا بكم وبكافة السادة المشاهدين والمتابعين. بداية، كيف تقيم تواصل سياسة القتل والدهم الإسرائيلي تحديدا في وتيرتها المرتفعة، يعني خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتحديد؟ طبعا هذا يأتي في ظل الاستعار السياسي داخل الكيان الذي يشهد في المرحلة القادمة انتخابات بين القوائم المتنافسة على الدم الفلسطيني، ونلاحظ أن هذا الوقت هو حساس جدا بالنسبة للمرشح الإسرائيلي الذي يحاول أن يثبت لجمهوره لأنه قادر على عملية الردع فيتقوى على الدم الفلسطيني، ومن ثم يتقوى أيضا على رفع وتيرة اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، مما يوتر الساحة الفلسطينية ويلجأ إلى آلة القتل بعد فشله الذريع في ردع المقاومة الفلسطينية. فما قام به بالأمس ليلة أمس من قتل للشاب الفلسطيني في بلدة كفر دان يأتي بعد عملية حاجز الزلمة التي اعترف الكيان بمقتل ضابط من ضباطه، مما أدى إلى المستوى السياسي إلى الدعوة إلى إعادة النظر في كل ملفات من ينتمون إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لأن الشاب الذي قام بهذه نعم تفضل دكتور. دكتور أسمعك. دكتور إبراهيم. سنعاود الاتصال مرة أخرى مع دكتور إبراهيم الشيخ المختص بالشأن الإسرائيلي. إذا مشاهدينا، كان ضيفنا يتحدث عن أو ربط ما بين ما يجري في الضفة الغربية المحتلة وتحديدا في شمال الضفة الغربية في جنين وفي نابلس مع ما يجري سياسيا داخل الكيان الإسرائيلي من منافسة بين الأحزاب الإسرائيلية وممثليها في الحكومة بهدف حيازة أصوات أكثر في الانتخابات الإسرائيلية الخامسة المقبلة. وأيضا كان يتحدث أن هذه السياسة هي ردا لربما على العملية الأخيرة التي حصلت في الضفة الغربية وقتل فيها ضابط إسرائيلي، ومن أن هذا التواصل هو يهدف إلى كما سماه كسر يعني شوكة الفلسطينيين والذهاب بهم باتجاه الإخماد لكل ما يمكن أن يعتبر تصعيدا في الحراك الفلسطيني ضد قوات الاحتلال. الدكتور إبراهيم الشيخ عاد معنا مرة أخرى، أهلا بك معنا دكتور إبراهيم، تسمعني الآن؟ نعم. دكتور، ربطت ما بين ما يجري من تصعيد متواصل، هو لم يتوقف لكنه يتواصل في الصعود في الضفة الغربية، وما بين الحالة السياسية. هنا سؤالي دكتور، أيهما يتحكم بالآخر؟ المستوى الأمني والعسكري هو الذي يشكل مسارات للمستوى السياسي، أم أن المستوى السياسي يستخدم ويسخر المستوى الأمني والعسكري لمكاسب في صندوق الانتخابات المقبلة لدى الكيان؟
نحن نلاحظ أن هذا هي عرف الكيان، الصورة بالعكس حقيقة. يحاول المستوى السياسي تجميد المستوى العسكري لتحقيق المآرب الانتخابية، بخاصة أن وزير الأمن وزير الدفاع الإسرائيلي الذي هو أحد المرشحين، ومما يقوله المراقبون والمحللون الإسرائيليون أنه بات ينافس على رئاسة الحكومة بعد هذه الحكومة الانتقالية، فهو يريد أن يري للناخب الإسرائيلي بأنه قادر على الردع في الضفة الغربية من خلال تكثيف هذه العمليات للتنكيل بالفلسطينيين وعمليات الاقتحام والقتل اليومي التي نراها في صفوف الشارع الفلسطيني. نعم، لكي يكسب الأصوات. هنا سؤالي التالي لك دكتور إبراهيم الشيخ، هل ذلك يجدي بمعنى الكيان الإسرائيلي منذ احتلاله لفلسطين سواء من 48 أو عام 67 وهو يستخدم آلة القمع إما للتكسب السياسي أو لإخماد حالة المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها في كل الجغرافيا الفلسطينية، هل نجح هذا الأسلوب؟ ألم يصل الاحتلال إلى قناعة أنه كلما زاد هنا زاد الفلسطينيون هناك؟ ألم تصل هذه القناعة بعد للمستوى القيادي سواء أمني عسكري سياسي لدى الاحتلال؟ يعني أنا أريد أن أجيبك بما نعم. نعم دكتور تفضل. نعم كنا نتحدث نعم كنا نتحدث على هذه الوتيره المرتفعه من ما يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين. نعم. نعم دكتور اسمعك تفضل. دكتور ابراهيم. اذا نتابع معكم مشاهدينا هذه الصور التي تبث في عمليات الاعتقال والمداهمات الليلية لجنود الاحتلال الإسرائيلي والجنازة للفتى طراد، وكنا قد ناقشنا في حلقات سابقة أيضا وتيرة تصاعد الفعل المقاوم الفلسطيني في شمال الضفة الغربية تحديدا وأيضا في الأغوار مع قدوم عدد من الأعياد الإسرائيلية، الأعياد اليهودية خلال الربع الأخير من هذا العام، وتوقعات كثير من الإسرائيليين، كثير من المحللين الاستراتيجيين الإسرائيليين يتحدثون عن مخاوف من اندلاع انتفاضة ثالثة، والكل يتحدث أن الاقتحامات المقبلة المرتقبة في الأعياد الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى يمكن أن تفضي إلى شكل جديد من الاقتحامات. هناك من يتحدث أننا سنكون أمام شكل جديد من الصلوات المباشرة داخل باحات المسجد الأقصى، هناك من يتحدث عن احتمالية لذبح القرابين، هناك من يتحدث أيضا عن نقل الشمعدان ووضعه داخل ساحات المسجد الأقصى. عاد لنا مرة أخرى دكتور إبراهيم الشيخ. دكتور كنت سألتك في مسألة هل تجدي هذه السياسة، سياسة القمع الإسرائيلي للفلسطينيين في خفوض جذوة الفعل المقاوم الفلسطيني بكل أشكاله؟ طبعا هذا الممارس على الأرض. أنا أجيبك بما قاله رئيس الوزراء الأسبق يهود أولمرت الذي قال إن هذه الممارسات التي يقوم بها الجيش إزاء الفلسطينيين لم تعد تجدي نفعا، بخاصة أن هناك غياب في الأفق السياسي ولم تطرح المسألة الفلسطينية على أجندة الحكومة السابقة ولا التي سبقتها ولا حتى الحكومة الانتقالية الحالية، فهي تريد حالة فقط حالة اقتصادية وتعامل اقتصادي وما يسمونه بالرخاء الاقتصادي على سكان الضفة الغربية لبعض فئات في الضفة الغربية، أما باقي الشعب فهو يتعرض للتنكير والاعتقالات ولسياسات الهدم السريعة قبل محاكمة من يعني إدانتهم حتى بتنفيذ العمليات. فنلاحظ أن هذه السياسة لم تجدي نفعا وليست رابعة، فالاحتلال الإسرائيلي ليس وليد اللحظة ومارس الجرائم العديدة بحق الشعب الفلسطيني من إصدار أحكام بالمعبدات، من إبعادات، من هدم البيوت، من تقطيع أوصال الضفة الغربية، من فصل الضفة الغربية عن محيطها العربي والإقليمي، وأيضا فصل الضفة الغربية إلى كنتونات وعزلها عن بعضها البعض، فلا تكاد ترى تجد بلدة فلسطينية
نعم اسمعك. لا 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 مشكلة في الاقتصاد الآن. نعم، كل الشكر لوجودك معنا دكتور إبراهيم الشيخ المختص في الشأن الإسرائيلي.